السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا متابعين الكرام في قناتكم قناة GTDZ لأهم أخبار الجزائر اليوم. أعزائي المشاهدين، لدي لكم في الأخبار تطورات في غاية الأهمية. هاكر جزائري ينجح في اختراق أحد أكثر مواقع والقنوات الإسرائيلية تحصينا، والجيش الإسرائيلي الآن في حالة ارتباك لا يعلمون من أين أتت الضربة. وبالفيديو أيضا سنشاهد كيف استطاع الهاكر الجزائري اختراق الموقع الإسرائيلي وكبده خسائر مادية كبيرة، ولمن يقلل من قدرات الجزائريين. تتذكرون جميع المتابعين الكرام الهاكر الجزائري حمزة بن دلاج الذي اخترق أكثر من 8000 شركة غربية ومن بينها إسرائيلية ونهب أموالهم، وتلك الشركات أعلنت إفلاسها في وقت سابق، وقام بتبرع بتلك الأموال للشعب الفلسطيني. وفي ذلك الوقت حمزة بن دلاج كان حديث الصحافة العالمية، وصفوه على أنه أخطر هاكر في العالم، وكان من ضمن قائمة المطلوبين لجهاز المخابرات الأمريكية FBI طيلة 10 سنوات قبل الإلقاء القبض عليه. يعني القصة ليست قديمة لمن لا يعرف حمزة بن دلاج. متابعين الكرام، يكتب اسمه على اليوتيوب وسيشاهد بنفسه كامل التفاصيل قصة حياة حمزة بن دلاج منذ أن بدأت إلى غاية أن أصبح يعتبر أخطر هاكر في العالم في ذلك الوقت. وهذا الرجل العبقري بالمناسبة درس في جامعة الجزائر في باب الزوار، يعني حتى الجامعات الجزائرية تكون ناس عباقرة. فهذا الأمر يعطي دلالة واضحة على أن الجزائريين لديهم مؤهلات كبيرة جدا في المجال التقني والتكنولوجي وفي مجال الحوسبة. وبعد قليل سأريكم بالفيديو لتشاهدوا بأنفسكم كيف استطاع إسماعيل مان الهاكر الجزائري بتهكير الموقع الإسرائيلي والقناة الإسرائيلية. أيضا في آخر الأخبار، في المغرب لديهم الآن أزمة كبيرة جدا وملك البلاد في ورطة حقيقية، لأنه شفنا البارحة جمعية كبيرة في المغرب لمكافحة الفساد تدعو كامل الشعب للاحتجاج وتنظيم مظاهرات كبيرة تطالب فيها باسترجاع الأموال المنهوبة ومحاربة الفساد في الحكومة المخزنية. هذا الأمر جاء بعد انفجار الشعب المغربي من الغضب، وقرروا الهجرة من البلد دفعة واحدة والتوجه نحو إسبانيا. فحسب الأخبار والمستجدات تقول أن الملك يفر بجلدته ويهرب بطائرته الرئاسية الخاصة نحو وجهة غير معروفة. يعني حتى الآن لا يعلمون أين هرب الملك، فالأمر غامض جدا. وهنالك تفاصيل جديدة بخصوص هذا الموضوع سنعرفها مع بعض بعد قليل، لذلك أريد أن تبقوا معي متابعين الكرام لمشاهدة التفاصيل. أيضا لدينا حليلو زيتش المدرب للمنتخب الوطني الجزائري سابقا يوجه رسالة مهمة جدا لكامل الجزائريين، فما هي الرسالة؟ هذا ما سنعرفه مع بعض بعد قليل. في الأخبار أيضا لدينا ممثلا عن تبون عطاف يشارك في قمة المستقبل بنيويورك. في الأخير أعزائي المشاهدين، هنالك خبر مهم جدا وهو التطور الكبير الذي تشهده الصناعة المحلية الجزائرية. الجزائر الآن تصنع مولدات كهربائية، وعشنا وشفنا أنه اليوم الجزائر أصبحت تصدر مواد صناعية لإيطاليا. يعني لدي لكم متابعين الكرام سؤال مهم جدا، هل كنتم تتصورون أنه يأتي يوم من الأيام نشاهد فيها الجزائر تصدر لإيطاليا مواد صناعية، شحنات المحولات الكهربائية التي يتم تصنيعها في أحد مصانعي في ولاية أسطيف. بعد قليل سأخذكم إلى داخل المصنع لتشاهدوا بأنفسكم التطور الحاصل في الصناعة الجزائرية. فكانت متابعينا هذه أبرز النقاط والأخبار التي سنتكلم عنها بالتفصيل في يوم هذا. قبل أن نتطرق إلى التفاصيل، من فضلكم تأكدوا بالضغط على زر الإعجاب، فهذا سيدعم القناة كثيرا. ومن دون إطالة دعونا نبدأ في التفاصيل. كما ترون أعزائي المشاهدين، هذا هو الفيديو يعني اللي راه منتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ولحظة اختراق الهاكر الجزائري إسماعيل مان لأحد المواقع الإسرائيلية. وهنالك إسماعيل مان مشهور جدا، يعني اسمه الكامل إسماعيل مان 54، وهو يقوم بعملية اختراق واستهداف قناة حيفا تي في الإسرائيلية كما تشاهدون، مع تنزيل كل بيانات الموظفين، ويضع علم الفلسطيني ويكتب تم تهكير هذا الموقع من قبل إسماعيل مان 54.
كل شخص يقوم بعمله والهدف واحد وكيان الإسرائيلي، كما تشاهدون ما يقوم به الشباب الجزائري فيما يخص بدعم القضية الفلسطينية. أيضا متابعين الكرام، بخصوص الهجوم الواسع الذي شنه اللاعب المغربي حكيم زياش ضد ملك البلاد محمد السادس وهجومه الكبير ضد المطبعين العرب، بحيث أن هنالك الملك المغربي غاضب جدا من اللاعب المغربي، كما تشاهدون اللاعب المغربي حكيم زياش يرفع العلم الفلسطيني، يقول اللعنة على إسرائيل وعلى كل الدول الداعمة للعدوان بما فيها حكومة بلدي المغرب، عار عليكم. إلى إخوتي وأخواتي في المغرب وباقي أرجاء العالم، ابقوا على أصواتكم عالية قدر المستطاع، أنا إلى جانبكم جميعا. فهذا موقف مشرف جدا من اللاعب الشريف والشجاع حكيم زياش. بخصوص هذا الموضوع متابعين الكرام، علق الصحفي الجزائري قادة بن عمار يقول: موقف مشرف وموقف للتاريخ، شكرا حكيم زياش ولكل المغاربة الأحرار ولكل الشرفاء من أمثالك. فتحياتنا متابعين الكرام للاعب الجزائري للاعب المغربي عفوا. وكما ترون هذه هي تغريدة التي وضعها زياش في ستوري الخاص به على الإنستغرام، ينتقد فيها سياسة التطبيع للملك المغربي محمد السادس. وبالحديث عن محمد السادس متابعين الكرام، هنالك تطورات خطيرة جدا تحصل الآن، الملك يهرب من البلد كما تشاهدون ما يقوله الخبر. أنباء متواترة من القصر الملكي المغربي تتحدث عن مغادرة الملك المغرب محمد السادس بلاده هذا المساء بطريقة غير معتادة في تنقلاته في خضم دعوات للتظاهر تطالب 21 سبتمبر بإسقاط النظام الملكي وحكم العائلة العلوية التي جثمت على صدور المغاربة وسط إجراءات أمنية مشددة. ماذا يحدث؟ وهل هذا هروب دون عودة؟ هل تخطى المغاربة حاجز الخوف والعبودية؟ فهذه الأخبار متابعين الكرام تؤكد أن ملك البلاد توجه إلى المطار وإلى طائرته الرئاسية الخاصة، قام بالهرب من المغرب وتوجه إلى وجهة غير معروفة حتى الآن من قبل وسائل الإعلام، فلا يجدون إجابة أين ذهب الملك. أما في خبر آخر متابعين الكرام، وكما تشاهدون هذه الصور التي تجمع بين المعلق الجزائري في قناة بإن سبورت القطرية حفيظ الدراجي مع مدرب المنتخب الوطني الجزائري السابق وحيد حاليلوزيتش التي تجمعهم صورة واحدة. الإعلامي الجزائري حفيظ الدراجي رفقة الناخب الوطني الأسبق وحيد حاليلوزيتش على شرف حفل تكريمي للاعب والمدرب البوسني السابق. وحيد حاليلوزيتش وجه رسالة مهمة جدا لكامل الجزائريين ويقول: لا أريد أن أموت دون زيارة الجزائر مجددا. فهذا ما قاله متابعين الكرام وحيد حاليلوزيتش حول الجزائر وحول عودته للجزائر. في خبر آخر متابعين الكرام، وهذه المرة من الجنوب الجزائري الكبير، وكما تشاهدون في هذه الصورة وتحديدا من منطقة العباد لبشار، نهار اليوم أمطار غزيرة وعودة السيول الجارفة والوديان للجريان، يرجو الحذر خاصة بالطريق الوطني رقم 6 كما تشاهدون في هذا الفيديو. أيضا بخصوص الأمطار الغزيرة التي حصلت في الجنوب الجزائري متابعين الكرام، هنالك وكالة الجزائرية للسدود تشرع في تنظيف سد بريزينا بالبيض من الأوحال عقب الأمطار الأخيرة بالمنطقة كما تشاهدون في هذا الفيديو. أيضا لدينا فيديو آخر متابعين الكرام من ولاية إليزي، سيول جبلية بالأودية جبال التصيلي ناجر بعد هطول الأمطار، شاهدوا تبارك الله ما شاء الله على خيرات الجزائر والمناظر الطبيعية الخلابة هناك. أيضا متابعين الكرام، هنالك خرج وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بتصريحات خطيرة جدا وقوية،
فماذا يقول الخبر؟ يقول عاجل. وزير الخارجية الروسي لافروف يقول حزب الله يتحلى بضبط النفس ويريدون استفزازه كي تتدخل واشنطن في الحرب. يعني أعزائي المشاهدين هذه التصريحات في غاية الخطورة، تقولها روسيا الفيدرالية أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد الدخول في الحرب الشرق الأوسط، وهي من وراء تحريض إسرائيل على استفزاز حزب الله من أجل أنها تقوم بالدخول إلى الشرق الأوسط وتهجم أذرع إيراني في المنطقة، وربما يستهدفون في النهاية المفاعل النووي الإيراني ويقومون بتفجير حقول النفط الإيرانية من أجل شل الاقتصاد الإيراني. أيضا متابعين الكرام، هنالك الصين، مندوب الصين يقول كلام قوي جدا وتصريحات في غاية الأهمية. مندوب الصين لدى الأمم المتحدة يقول تفجير آلات أجهزة الاتصالات في وقت واحد في لبنان صدم الصين، لم يسمع التاريخ قط عن حادثة كهذه، فهي انتهاك للقانون الدولي واستخفاف بالقواعد وتستحق الإدانة. الآن أصبح الجميع يعرف من ارتكب هذه الجريمة وفجر أجهزة الاتصالات في لبنان، ولا بد من محاسبته. اليوم شنت إسرائيل غارة على بيروت ونحن نشعر بالقلق من خطر الحرب، لابد من اتخاذ خطوات لمنع إسرائيل من المزيد من العدوان. هذا ما يقوله متابعين الكرام مندوب الصين في مجلس الأمن حول الهجوم الذي تتعرض له الآن لبنان من قبل الموساد الإسرائيلي. فيما يخص بالتطور الصناعي والاقتصادي الجزائري، متابعين الكرام، الجزائر الآن تصدر شحنة من أجهزة الكهربائية إلى إيطاليا في إطار سياسي ما تبدل والو وما كاين والو في عين والمات في ولاية الصيف. تصدير أول شحنات المحولات الكهربائية المصنعة من طرف شركة يونايتد تكنولوجي إلكتريك كومباني الواقعة بمنطقة النشاطات عين والمان إلى دولة ليبيا. تمثلت الشحنة في 5 حاوية تحتوي على 52 محولة كهربائية كما ستشاهدون في هذا الفيديو. استطاع هذا المتعامل الاقتصادي الخاص تلبية جزء كبير من احتياجات السوق الوطنية من المحولات الكهربائية بكل الأنواع، واتجه إلى الأسواق الخارجية بأول شحنة تصديرية للشقيقة ليبيا بعين والمان جنوب ولاية الصيف. نصنع تقريبا كل أنواع المحولات الكهربائية، رانا حاكمين تقريبا في السوق الجزائرية على 70% من السوق الجزائرية هنا في المحولات، وقمنا يعني راح نقوموا بعملية تصدير إلى ليبيا بالمحولات الكهربائية. عندنا في شحنة الأولى اللي راح تكون هذه الشحنة، وفيه يعني شحنات ثانيين إن شاء الله، راح تكون شحنة ثانية وشحنة ثالثة في خلال الأشهر المقبلة إن شاء الله. تأتي هذه العملية بعد سلسلة التدابير والإجراءات المحفزة على هكذا عمليات لتنخرط في مسعى السلطات العمومية لتنويع المداخيل من العملة الصعبة خارج المحروقات. نحن استطاع هذا المتعامل. وفي الأخير متابعين الكرام، يشارك وزير شؤون الخارجية أحمد عطاف أشغال الشق الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 79 بتكليف من رئيس الجمهورية. وفق ما جاء في البيان لوزارة الخارجية، فإن عطاف حل بنيويورك أمس الجمعة وسيمثل الجزائر في قمة المستقبل المقرر انعقادها يومي 22 و23 سبتمبر، وسيشارك في النقاش العام للجمعية المبرمجة من 24 إلى 30 سبتمبر، ويأتي ذلك تحت شعار العمل معا من أجل النهوض بالسلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للأجيال الحالية والمقبلة. وسيكون لعطاف أيضا العديد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من دول شقيقة وصديقة وشريكة لبلادنا. وبهذا نكون أعزائي المشاهدين قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن أعجبكم بالفيديو من فضلكم تأكدوا بالضغط على زر الإعجاب، فهذا سيدعم القناة كثيرا، وأشكركم جزيل الشكر على المشاهدة، وسألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.